واش لقيتوا شي صعوبه في هذا الاقتناء ديال هذه السياره؟ لا ما كاين حتى صعوبات والو، مسهلين معنا بزاف كاع في هذه السياره، ما كاينش صعوبات كاع بزاف. شكون اللي مسهل؟ لا في العماله لا في لاميزو ديالها لا في كل شيء، اجراءات خفيفه كاع اكثر من كيبان لي. وقيله هذه اول سياره كتدخل لعين حروده. والخط شنو الخط الرابط ما بين؟ تنديروا المحمديه 17 البرنوسي 17 كراج علال 17. عفاك بغيناك تعطينا قبل كانت عندك شي سياره اخرى؟ كانت عندنا 240. وملي بدلتيها كيفاش جاتك هذه الفكره بغيتي السياره؟ لان عيات السياره عيات بزاف كاع صافي، هذا هو المشكل. ودابا عفاك تقريبا بشحال بديتي خدام بهذه السياره؟ البارح. الجمعه البارح. وكيفاش كيستقبلوها الزبناء والمواطنين والمسافرين، كيفاش كيستقبلوا هذه السياره؟ الزبناء مرتاحين بزاف كاع. يعني كاين فرق كبير ما بين وين؟ كاين فرق كبير بزاف، لان بنادم مرتاح تيركبوا كل شيء، ماشي ملاصق بحال 240. وبالنسبه للبلايص عادي باقيين دوك ست البلايص؟ عاديين عاديين، ست البلايص ست هزادي، جوج اللور ثلاثه واحد القدام. عفاك عرفنا كاينه واحد المساطير اللي خداتها الدوله على عاتقها هي تسهيل هذا الاقتناء ديال هذه السيارات بين شراكه ما بين العماله وما بين السائق وما بين الشركات ديال واش من ناحيه التمويل واش لقيتوا شي صعوبه او لا؟ لا ما كاينش صعوبه، اللي داروه هو اللي عطاونا صافي. يعني واش ممكن اي سائق مثلا الحكس معنا بانه كاينين الناس اللي مثلا كايرين كريمات، واش في الامكان ديالهم حتى هما يمشيو في هذا ياخذوا الاجراءات مثلا حتى هو يمشي يقتني السياره مثلا؟ لو كان عنده الطاكسي عنده 240 مو الكريمه خاويه ما ياخذش، ما تيستافدش من الدعم. ما تيستافدش؟ ما تيستافدش من الدعم، ولكن لو كانت عنده السياره خدامه تيستافد من الدعم. ولا سماك الله بعدا ما قدمش لنا سميه؟ محمد عبد الصمد. السي محمد باسم الطاقم ديال محمد ديال لايف تنشكرك على التوضيحات وكنتمنى لك التوفيق اخويا. كير كير.